الوكالة بعني إنه بكرة في تنفيذ لحقنا في العودة. أي حديث عن إنهاء وكالة الغوث دون ربطه بحازم مايك معك في هذا السياق. دعونا نستذكر ما جرى في خلال الأربع سنوات الماضية. أنا صبو تباني أحد لاجئين مدينة الفالوجة عام 48. جايين طبعا اليوم نحتاج على قرار وكالة تشغيل وغوث اللاجئين الفلسطينيين للأونروا احتجاجا على قطع مساعدات أكثر من 17 دولة للمعونات والدعم المالي لوكالة الغوث بعد أحداث 7 أكتوبر، حيث تم اتهام بعض الموظفين. خطورة هذه الخطوة تعني سياسيا إنهاء قضية اللاجئين الفلسطينيين من غير حل شامل وعادل، ويحرم أيضا اللاجئين الفلسطينيين العودة إلى البلدان والقرى البلدات والقرى التي هجروا منها قسرا بفعل الاحتلال الإسرائيلي عام 48، وهو تعدي صارخ على القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وعلى القرار 194، قرار صادر عن الأمم المتحدة بضرورة عودة بتحقيق عودة وحل عادل وشامل لقضية اللاجئين الفلسطينيين ضمن الشرعية الدولية والمواثيق الدولية. القضايا الفلسطينية من حيث أن هؤلاء اللاجئين بالقوة ومن خلال المجازر وأيضا بدعم من إنشاء دولة إسرائيل نشأ عنه هذه الحالة من اللجوء. السياسي والقانوني على قضية اللجوء. إسرائيل كات وزير الخارجية أو انتصارا لليبها حالة الابتزاز السياسي والمالي من جهات يا محاسب. هلا انا بس بضغط جئنا اليوم لنحتج على سياسه الوكاله الجهنميه المتماشيه مع سياسه الاحتلال بتصفيه القضيه الفلسطينيه بوقت تمويل الوكاله بحجه مشاركه 7 أفراد بعمليات 7 اكتوبر بغزه. هذا كذب وافتراء على القضيه الفلسطينيه وعلى القضيه الوكاله وعلى قضيه اللاجئين. الموضوع مش موضوع 7 اكتوبر، الموضوع هو تصفية الوكالة الشاهد الرئيسي على موضوع النكبة. وإحنا مستمرين فعالياتنا ضد ما يجري بغزة لتصفية القضية الفلسطينية بدءا من الحرب على غزة نهاية بموضوع تصفية الوكالة بحجة مشاركة أحداث غزة. التمديد، وبالتالي من الناحية القانونية مش من حق هاي الدول اللي هي على مدى منظومة الأمم المتحدة وأن نكون مثل باقي مؤسسات الأمم المتحدة اللي بتحصل على ميزانيتها الثابتة.